في معاني الكتاب. نقطة الخمير والفطير حسب ما ورد في خروج 12 إن كان بعد الفصح يقضون أسبوعا يسمى عيد الفطير، لا يدخل خمير في بيوتهم ولا يأكلون شيئا مختمرا. الخمير كان يرمز إلى الشر، الخمير كان يرمز إلى الشر، والفطير كان يرمز إلى البر، مثلما ورد في كورنثوس الأولى 5-7 إن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، فلنعيد ليس بخميرة الخبز والشر بل بفطير الإخلاص والبر. وبهذا المعنى أن الخمير يرمز إلى الشر، قال لهم السيد المسيح في متى 16-6 وفي لوقا 12-1 احترزوا من خمير الفريسيين، ومرة احترزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين، أي احترزوا من ريائهم أو من تعاليمهم الكاذبة أو من الشر الذي فيهم. ولذلك كانت تقدمة الدقيق اللي وردت في لاويين إصحاح 2 التي ترمز إلى تجسد المسيح كانت خالية من الخمير، لأن السيد المسيح بلا خطية. ويقول لتكن كل تقدماتكم التي تقدمها لا يوجد فيها خمير، برضو في لاويين 2:11. هنا ونسأل سؤالا، لماذا نقدم الحمل في القربان المقدس في سر الإفخارستية؟ لماذا نقدمه من خبز مختمر وموضوع فيه خمير بينما الخمير يرمز إلى الشر؟ نحن حينما نحتفل بسر الإفخارستية نحتفل بالسيد المسيح وهو يحمل خطايانا، فالخمير الموضوع في الحمل لا يختص به هو، إنما يختص بنا نحن، وهو قد حمل خطايانا، فهو خميرنا نحن وليس خميره هو. ولو قدمناه فطير بس يبقى مش بنقدمه حامل خطية، لأنه على الصليب كان حامل خطية. النقطة الأخيرة في الخمير إن الخمير أحياناً يرمز إلى الانتشار. يرمز إلى إيه؟ إلى الانتشار، زي مثل الخميرة في متى 13 بيقول خمرت العجين كله، فالخمير الذي فيها انتشر في العجين كله فيرمز إلى الانتشار. نقطة تانية، الخير والشر. المعنى الأول إن الخير هو البر والشر هو الخطيئة، زي ما ربنا قال في تثنية 30 هو ذا قد جعلت أمامك الخير والشر والحياة والموت، فاختر الحياة لكي تحكم، اختار الخير. أو زي ما نقول في تكوين 3 شجرة معرفة الخير والشر، يعني معرفة الحق والباطل، الحلال والحرام، البر والإثم. وزي ما ورد في حزقيال 18 إن الشخص إذا ترك الشر اللي فيه وتاب ربنا يقبله. ده أول معنى، دي بسيط يعرفه الكل. تاني معنى إن ورد في الكتاب المقدس أحيانا كلمة الشر بمعنى الضيقات والتجارب والمتاعب، والخير بمعنى خيرات الله أي إحسانات الله إلينا، زي ما قال أيوب لما أصبت التجربة والبيت خرب بحاله، قال الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، يعني يقصد الإحسانات بتاعت الله نقبلها والتجارب والضيقات لا نقبلها. وزي ما قيل ينزل للشر بأبشالوم في صمويل الثانية 17-14، وكلمة شر بمعنى ضيقات وردت في معاني كثير. ناخد حكاية الخلاص. الخلاص في الكتاب المقدس لها عدة معاني. المعنى الأول الخلاص المادي، زي ما قال زكريا الكاهن في لوقا 1:71 خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. وزي الخلاص في سفر القضاء لما كان الشعب يذلهم الحكام الجبابرة فيرسل لهم الله مخلصا يخلصهم من الضيق اللي هم فيه، والخلاص اللي تم على يد شمشون. ده نوع من الخلاص. هناك خلاص آخر وهو الخلاص الروحي الذي تم بالفداء على الصليب، خلاص من الهلاك الأبدي، زي ما نقول من آمن واعتمد خلص، وزي ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، يخلص سني عن الخلاص الروحي مش خلاص من أعدائنا إلى آخره. وزي ما قال بطرس الرسول في بطرس الأولى في الإصحاح الأول
نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، خلاص الروح. وزي ما قال بولس في فيليبي 2، تمموا خلاصكم بخوف ورعبة، بخلاص روح. يبقى أول معنى الخلاص المادي، ثاني معنى الخلاص الروحي، ثالث معنى الخلاص الأبدي، حينما نتخلص من المادة ومن ثقل هذا الجسد المادي ومن العالم المادي عموما. وزي ما ورد في فيليب 3، السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو المسيح الرب، الذي يغير جسد تواضعنا إلى شكل جسد مجده، يخلص الجسد من المادة. يعني في خلاص آخر بالمعنى الرابع، اللي هو الخلاص غير المباشر. يعني قيل عن المسيح إن ليس بأحد غيره الخلاص، لكن كلمة الخلاص وردت بطريقة غير مباشرة عن بعض الناس، زي مثلا في يعقوب 5:20، من رد خاطئا عن طريق ضلاله يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. مش هو اللي بيخلص كثرة من الموت، هو المخلص هو الرب بالفداء، لكن هو يقود هذه النفس إلى التوبة التي بها تستحق الخلاص الذي وضعه الله لنا. يبقى ده خلاص إيه؟ غير مباشر. وزي ما قيل في رسالة يهوذا 3:20، خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. أو كما ورد في تيموثاوس الأولى 4:16، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وواضح أن الإنسان ما بيخلص نفسه، ده ربنا هو اللي بيخلصه، لكن يعني تخلص نفسك يعني تجعل نفسك مستحقة للخلاص الذي يأتيك من الله، وتخلص الذين يسمعونك أيضا، يعني تجذبهم إلى حياة التوبة إلى الإيمان فيستحقون الخلاص الذي من الله. يبقى هنا نوع من الخلاص غير المباشر الذي يقود إلى التوبة، إلى مخافة الله، إلى الإيمان، إلى تغيير الحياة. وحتى هذه أيضا هي مجرد وسائط تجعل الإنسان مستحقا الخلاص بالفداء. يعني التوبة لا تخلصك، لكن التوبة تجعلك مستحقا للخلاص الذي يقدمه الله لك. مخافة الله لا تخلصك، لكن مخافة الله تجعلك مستحقا للخلاص الذي يقدمه الله. فده نوع من الخلاص غير المباشر. وهكذا نسب الخلاص إلى بعض الوسائط، زي ما نقول الخلاص بالإيمان، الخلاص بالمعمودية، الخلاص بالتوبة، لكن الوضع السليم الخلاص بالله بالفداء. بس الإيمان واسطة، التوبة واسطة، المعمودية واسطة. في حاجة تاني لما نقول الخلاص، في خلاص من عقوبة الخطية وخلاص من الخطية ذاتها. خلاص من عقوبة الخطية أن الواحد ما يخش عليها، ما يوصلش للهلاك الأبدي. وفي خلاص من الخطية ذاتها، أن الإنسان يتخلص من الخطية، من عبودية الخطية، من ضغط الخطية عليه. ومن أمثلة هذا كثير من الآيات في المزامير اللي يقول اللهم باسمك خلصني. ناخد حاجة تاني، كلمة السيف في الكتاب المقدس. أول معنى لكلمة سيف هو المعنى الحرفي، إنه سلاح من الأسلحة، زي ما ورد في قصة أيوب عن الأعداء، ضربوا الغلمان بحد السيف، السيف كسلاح. أو كما ورد في النشيد أن حرس سليمان 60 من الجبابرة كلهم يحملون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل واحد سيفه على جنبه على فخذه من هول الليل. فده السيف المادي. السيف أيضا يؤخذ بالمعنى الرمزي، زي في المزمور لما يقول تخلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. مش معناها سيف مادي يحطه على جنبه. على فكرة هذه العبارة تقال في رسامة البطريرك الجديد، وهم بيلبسوه الملابس بتاعته يقولوا له برضو تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. لا يقصد السيف المادي، إنما يقصد القوة الروحية. وهذا أيضا ما ورد في أفسس إصحاح 6،
خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح. سيف الروح الذي هو كلمة الله، هنا مش السيف المادي وإنما رمز إلى كلمة الله. وقيل أيضا عن كلمة الله في عبرانيين 4:12 إنها أمضى من سيف ذي حدين، رمز إلى تأثير كلمة الله في نفوس الناس. وقيل أيضا في سفر الرؤيا يوحنا الرائي بيقول إنه أبصر المسيح والسيف ماضي ذي حدين يخرج من فمه، يقصد الكلمة الروحية كأنها سيف ذي حدين يخرج منه. وأيضا من ناحية الرمزية كما قيل عن العذراء يجوز في نفسك سيف، ألهلها سمعان الشيخ في لوقا 2:35، أو قول السيد المسيح من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، لا يقصد أن تلاميذه يحملون سلاحا أبدا، بدليل أن بطرس لما رفع سيفه وقطع ودن العبد قال له لا رد سيفك إلى غمده، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. فيقصد بكلمة السيف يشتري سيفا يعني جهاد، يخش في الجهاد الروحي، لكن مش معناها المعنى الحرفي. ومن هذا المعنى أيضا قوله ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. أنا فاكر الموضوع ده كان أرسل لي الأستاذ توفيق الحكيم سؤالا بخصوصه وجاوبت إجابة نشرت في الأهرام ثم نشرت أيضا في مجلة الكراسة. يلقي سيفا يعني مش السيد المسيح اللي بيحب السلام وبينشر المحبة يلقي سيف، وقال ما جئت لألقي سلاما بل انقساما، يعني يقصد الدين الجديد هناك من يقبلونه ومن لا يقبلون، فيحدث انقسام بين الاثنين، وممكن يحدث سيف بسبب هذا الانقسام. وهذا السيف ظهر في عصر الاضطهاد، كان سيفا على المسيحيين وليس سيفا منهم، يعني سيف واقع عليهم مش سيف صادر منهم. آخر حاجة أقولها لكم كلمة الابن، كلمتكم عليها قبل كده وأنواع من البنوة. طب كفاية كده، فضل نصر
أنا أقول السلام عليكم.